السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. النهاردة إن شاء الله نعمل معاكم إسبري مهم جدا أو بخاخ مهم جدا إن احنا نستخدمه في عملية تطويل الشعر. هو من مكون واحد ولكن الخطوات أو إعداد الإسبري دي مهم جدا. أول حاجة معانا هنحتاجها هي الحلبة، وهو المكون الأول والأخير. دي الحلبة، تمام. هنتبع الخطوة كالآتي. احنا عايزين معلقة كبيرة، دي معلقة كبيرة، وهنجيب بولة ونحطها فيها. ركزوا كويس جدا من الطريقة. وهنجيب كوباية مية وهنضيف ليها كوباية المية، تمام. هنقلبها كويس جدا وهنسيبها من بالليل للصبح، يعني مش هنغليها الوقت. ثواني بقى كده عشان نعيد تاني. اولا اللي طاف على الميه ده احنا هنستبعده لان ده يعتبر فاضي، مش مليان، تمام. يعني كل اللي طاف ده، ثواني عشان نكون موضحين اكتر، اهو ده كده هنستبعده بايدينا كده زي الشاطرين. هناخده كله وهننقعها من بالليل للصبح. يعني الوقت انا بالليل اجيلكم الصبح ان شاء الله، نكمل معاكم الفيديو عشان نعرف احنا نعمل الخطوات واحده واحده ازاي. ورجعنا لكم طبعا بعد ما احنا انا نقعتها يوم كامل، يوم كامل حرفيا، تمام. شايفين البذور بقت عامله ازاي؟ طيب الخطوه اللي بعد دي مهمه جدا. احنا هنفرغ المحتويات دي في كنكه او كسرونه، يعني حسب ما بتسموها، عشان في ناس والله رحت اشتري كسرونه صغيره بحجم لتر، بقول للراجل هات كسرونه، بيقول يعني ايه كسرونه؟ والله العظيم من نفس الدوله، يعني خرجنا عن السياق بس مش مشكله. ترفيه ترفيه. هنضيف لها كمان نص كوبايه ميه، تمام. هنرفعها على النار لما تغلي كويس جدا وتخس قوي، وبعدين نرجع لكم تاني. ورجعت لكم بعد ما خلاص برد معايا بالشكل ده. شايفين انا هنا خدت كل العناصر، خدت ميه النقعه وخدت ميه الغليه. وهنحتاج معانا هنا الاسبراي، اي موزع عندك سيكون نضيف اهم حاجه، تمام. وهنبتدي ان احنا نقلبها كويس. و نعبي الاسبري بتاعنا. شعرك طويل شعرك قصير، انت بتحتاجش اصلا اكتر من الكمية بتاعتنا. هنستبعدها على جنب طبعا. بتكون هي هنا كويس، شايفينها. طيب طريقه استخدام الاسبري دي ازاي؟ اول حاجه لازم يكون شعرك نظيف جدا، تمام، غسلاه وشايل منه اي زيوت او اي دهون. تبتدي توزعي الاسبري من الجذور لحتى الاطراف. مش هتقدري انت تقومي بعمليه التوزيع، اي حد من اخواتك، والدتك، اي حد. والوصفه كمان تنفع الرجال مش بس النساء. بتوزعيه وبتسيبيه من 3 لـ4 ساعات. لو سبتيه من بالليل الصبح كويس جدا. بس في ناس هتقولك لا، تفادي ريحه الحلبه، اصل ريحه الحلبه هتبقى في راسي. مش تفادي ريحه الحلبه، بعد ما تغسليه بالشامبو ريحه هتروح. هنفترض انها مش هتروح، يبقى في الحاله دي هتستخدمي معلقه نسكافيه، دوبيها في لتر ميه واغسلي شعرك بيها، تتخلصي تماما من اي ريحه فيها. تستخدميها كل يوم كل يوم كل يوم من اول 7 ايام، ان شاء الله ان شاء الله بتجيب معاكي نتيجه مذهله.
الحلبة بتعمل على تطويل الشعر، علاج كسل الفروة، بتعمل على تعزيز النمو بشكل سريع جدا، كمان بتقوي البصيلات. يعني أسرع وأجمل حاجة ممكن تجربيها هي والبصل في عملية تطويل الشعر. الحلبة كمان مهمة جدا جدا للنساء كمشروب، وسبق وانا عملت بدل الفيديو اكتر من فيديو بسبب الكنز الموجود اللي احنا كتير بنتجاهل الحلبة بشكل عام. انتظرونا ان شاء الله بفيديو جديد وفي وصفة جديدة وحاجات حلوة كتير، بس انا محتاجة بس ان انا انظم الوقت عشان القناة تكون دسمة اكتر من كده بكتير. متابعينا الكرام، دمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.